ومن بيروت تنضم إلينا زميلة ماري سالم، محللة مالية في الشرق للأخبار، للحديث أكثر ماري والغوص في تفاصيل المؤشرات الخليجية، تحديدا اليوم التركيز على بورصة قطر، وربما شهدنا تقلبات، تابعنا تقلبات كبيرة على المؤشر هذا العام تحديدا ماري. صباح الخير آلاء، ويعطيك ألف عافية. يعني فعلا نحن مؤخرا عم نركز شوي على أداء المؤشرات الخليجية، واليوم التركيز على مؤشر السوق القطري، وخاصة من بعد الارتفاعات القوية اللي كنا شهدناها بالأمس وتخطي أو كسر المؤشر لحاجز 10,000 نقطة، اللي هو حاجز نفسي جدا هام. الجدير بالذكر أنه خلال هذا العام كنا عم نشهد كثير من التقلبات على المؤشر بالسوق القطري، يعني كان في عنا تراجعات خلال الأشهر الأداء الشهري أقوى من ارتفاعات او اكثر من الارتفاعات، ولكن كان في عندنا اعلى نسبه ارتفاعات وصلت لحدود 8.8% خلال شهر 7 من هذا العام، واقوى نسبه تراجعات كانت بشهر 10 بتراجعات وصلت ل 7%. هلا التباين والتذبذبات العاليه اللي عم نشهدها ادت بانه المؤشر يكون بادائه السنوي على تراجع مش بشكل ايجابي، يعني ما كانت الايجابيه هي الطاغيه ولكن هي التراجعات اللي كانت مهيمنه، وهذا الشيء يمكن انه المؤشر ما يقدر انه ينجح بالجلسات القليلة المتبقية أنه يعكس الصورة للخانة الخضراء. إذا بنطلع نحن على الأداء عبر السنوات الماضية للمؤشر بالسوق القطري، حنلاقي أن في عنا كثير من التذبذب كان عبر هذه السنوات، ولكن المؤشر من بدايته يعني من تقريبا نهاية التسعينات لليوم على ارتفاعات بحدود 600% من هذاك الوقت. ولكن إذا بنطلع من مستويات، يعني إذا بدنا نقول من 2010 2011 لليوم، في تذبذب عرضي او اداء عرضي على المؤشر، ما عم نقدر انه نحن نكسر الحاجز فوق ال 14,000 نقطه بهذا المؤشر. القيمه السوقيه تبع السوق اكيد عم ترتفع، وخاصه مع الارتفاعات القويه اللي كنا عم نشهدها عبر السنوات على المؤشر، النمو مستمر، ولكن بشكل عام كاداء سنوي لهذا العام ما في هذه الايجابيه. وقت بدنا نجي نقيم ايجابيه المؤشرات، نحن دائما بنطلع على الأسهم القيادية اللي موجودة بالسوق. نحن تقريبا عندنا القطاع المصرفي هو اكبر قطاع بالسوق القطري مثله مثل بقيه الاسواق الخليجيه، ولكن حتى ضمن القطاع المصرفي في عندنا تباين بالاداء، يعني الافضل اداء منذ بدايه العام لليوم هو سي بي كيو قطر التجاري، يلي هو على ارتفاع ب 10.5% باستثناء جلسه اليوم. يعني اليوم نحن بدنا نعتبر انه في نوع من جني الارباح من بعد الارتفاعات تبع امبارح، خاصه انه الجلسه افتتحت على بالخانه الخضراء، ما كانت الصوره حمراء. كيو اي بي ضمن الارتفاعات، ولكن اذا بناخذ الاكثر وزنا اللي هو من بعد كيو اي بي اللي هو كيو ام بي، تراجعاته وصلت ل 14%، كيو ام بي تراجعات ل 14%، ومصرف الريان عم بيسجل يعني اسوء اداء خلال هذا العام بالسوق بشكل عام بتراجعات خطة 22%. يعني نحن ما فينا نجي نقول بهذه المرحلة انه في قطاع معين هو عم بيكون داعم. قطاع الاتصالات من الافضل اداء 12% على اوريدو ارتفاعات، اي كيو سي دي صناعات قطر على تراجع، وقود على تراجع ب 12%، ناقلات على تراجع ب 11%. هذه الشركات يلي هي تقريبا الاكثر وزنا اذا بدنا نقول من ناحيه تقل بقلب المؤشر. هلا اذا بدنا نيجي نطلع على الافضل اداء والاسوء اداء بقلب الاسواق، حكينا انه مصرف الريان هو الاسوء اداء، ولكن بيجي دغري من بعده مصرف الدوحه بتراجعات 16% بقلب السوق، يلي هي يعني عم نحكي انه القطاع المصرفي ما في له اداء يعني محصور، يعني قادرين نقدر نميز القطاع المصرفي على ارتفاع او على تراجع. الخليج للخدمات، الخليج الدولي للخدمات، ارتفاعاتها وصلت لحدود 90% منذ بداية العام، هو الأداء المميز بقلب السوق يلي كنا عم نشهده حاليا. في بعدها في عندنا شركة استثمار ارتفاعات 12%. القطاع العقاري كان ضاغط بقلب السوق بتراجعات على ازدان مثلا ب 14%. القطاع المصرفي نحن بنعده هو الاهم والابرز، لانه القطاع المالي تقريبا 54% من وزن السوق.
قطاع الصناعات 18% وفي عنا قطاع الطاقة 11%. إذا بنطلع على الشركات اللي هي تابعة لهذه القطاعات، في تباين جدا كبير بالأداء تبعها. هلا بدنا نيجي نقيم نحن للفترة المقبلة شو هو اللي عم بيصير بقلب السوق، بدنا ناخذ نحن تقييمات السوق بشكل عام. بالنسبة للمستثمرين مستويات ال10,000 نفسيا هي مستويات هامة، وقت اللي نحن بنيجي بنتخطى هذه المستويات وبنصير نقيم للفترة المقبلة، من ساعتها بناخذ موضوع القطاعات وبناخذ القطاعات يلي هي مثلا الاسهم بهذه القطاعات يلي هي اندر فاليو، مش الاسهم يلي هي ارباحها عاليه، بناخذ التقييمات من ناحيه السعر بس ماري، مقارنه بالارباح من ناحيه التوزيعات. يعني شارف وقتنا على الانتهاء، بس سريعا حتى تختمي يعني بهاي الملاحظه اذا سمحتي. يمكن على خلاف الاسواق الخليجيه الاخرى اللي كنا عم نشوف فيها ادراجات، كانت قطر عم نشهد فيها زخم كبير في قرارات زياده تملك الاجانب في اسهم الشركات. هل يعني هذا عامل ممكن احتسابه للفتره المقبله؟ صحيح محمد، هذه النقطة اللي بدي أوصلها، إنه نحن هلا خرقنا مستوى ال 10,000 مش بس بسبب نفسية المستثمرين، وإنما بتداخل المستثمرين الأجانب، خاصة من بعد مراجعة فوتسي الأسبوع الماضي. شفنا تداعيات هذه الأخبار، رفع نسبية الأجانب بتدخل بتحفز المستثمرين الأجانب، خاصة إنه في عندنا نسب كبيرة من الأسهم اللي موجودة بالسوق القطري مربوطة بالإم إس سي آي وبالفوتسي وبالمراجعات اللي بتصير، ودائما بنشوف زخم من قبل المستثمرين. الإدراجات الأولية حتحفز بالزيادة أكيد إذا صار من الدرجات أولية، ولكن رفع نسبة الأجانب من الأشياء اللي هي ممكن تكون محفزة لاستثمارات خارجية واستثمارات جديدة وسيولة جديدة من الخارج. زميلة ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار، شكرا دائما على كل هذه التحليلات.